يقوم المختبر المركزي لمراقبة جودة المياه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بدور مهم في مراقبة جودة المياه. هذه المراقبة تتشمل المياه الطبيعية قبل المعالجة، تتشمل أيضا المياه على مستوى محطات المعالجة وعلى مستوى شبكة التوزيع حتى صنبور المستهلك، وأيضا المياه العادمة في على مستوى محطات معالجة المياه العادمة. أيضا المراقبة خلال الفصل الصيفية تشمل مراقبة جودة المياه ديال البحر بما في ذلك لابلاج ديال بوزنيقة، حيث نقوم باستقبال بأخذ عينات بصفة دورية على مستوى 6 نقاط على مستوى شاطئ بوزنيقة. وهذه المراقبة تشمل تحاليل بكتيريا، تشمل أيضا بعض التحاليل في عين المكان كالتحاليل نسبة الحموضة أو نسبة لاكونديكتيفيتي، وهذه النتائج خصها تكون مطابقة للمعايير الوطنية وللمعايير الدولية من أجل تصنيف شاطئ بوزنيقة باللواء الأزرق.